الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين. رئيس الوزراء يؤكد أن العالمين الجديدة منطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية. واليوم ختام فعاليات معرض صنع في مصر المقام بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان. نشرة اقتصادية جديدة من اكسترا نيوز، اهلا بكم. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين. وخلال استقباله وزير خارجية الصين وانغ يي، اكد الرئيس السيسي الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشروعات القومية بالدولة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان للرئاسة أن وزير الخارجية الصيني نقل إلى الرئيس السيسي رسالة شفهية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم التطرق إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الجميع بشكل عادل. من جانبه، أوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن العالمين الجديدة منطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية وجاذبة لمجالات العمل والسياحة والحياة. وخلال تفقده أبراج العالمين والمنطقة الترفيهية، شهد مدبولي وشدد على أن الدولة حريصة على الاستفادة من كل الإمكانات التي تتوافر على أرض الوطن، لافتا إلى أن التصور الذي يتم تنفيذه في تلك المدينة يجعل منها مدينة للمستقبل مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد تشييد مشروعات كبرى لم تعهدها مصر من قبل، بما يعكس صورة مصر الحضارية بين بلدان العالم. هذا وواصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جولته بمدينة العالمين الجديدة، حيث زار ومرافقوه موقع المنطقة الترفيهية التي تم تنفيذها في مواجهة الأبراج الشاطئية مباشرة والتي يطلق عليها اسم الممشى. وأكد مدبولي أن منطقة الممشى هي رئة الحياة لمدينة العالمين الجديدة، والتي ستوفر كافة أوجه الترفيه لزوار هذه المدينة ولسكان الأبراج الشاطئية أيضا، وعلى أعلى مستويات الرفاهية ووفق معايير عالمية تجعل من هذا المكان مقصدا سياحيا وترفيهيا جاذبا. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور، أرحب بك إلى هذه النشرة ونتحدث عن أهمية مشروع بحجم مشروع العالمين الجديدة. حدثنا بداية بشكل مبسط ربما، كيف سيغير هذا المشروع وجه الساحل الشمالي المصري؟ مساء الخير في بداية حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو مؤكد أنه هذه المدينة الجديدة، مدينة المستقبل أو المدينة الذكية التي تتمشى مع معايير المستقبل، أتصور أنها هتكون نموذج يمكن أن يمتد خلال سنوات طويلة قادمة. لأنه الحقيقة يمكن الساحل الشمالي اللي هي بشكله التقليدي، أتصور أنه كان الأمر يحتاج للمزيد من النظرة المختلفة لكيفية الاستفادة من الساحل الشمالي من خلال مش بس إنشاء منتجعات أو مجمعات سياحية، لكن كمان الأكثر أهمية أنه يكون هناك مدينة متكاملة. لأنه يعني الحقيقة واقع الأمر أنه مدينة العالمين ليست فقط مدينة سياحية، لكنها مدينة متكاملة، لكن مؤكد أنها الحقيقة مدينة تتمشى مع متطلبات الحاضر والمستقبل أيضا. وأتصور أنه زي ما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء أنه
العالمين والعاصمه اتصور انه هيكونوا نموذج يمكن ان يتم تعميمه خلال سنوات قادمه، خاصه انه هاتين المدينتين العاصمه الاداريه والعالمين اتصور انهم هيكونوا الحقيقه عناصر جذب مش بس للمصريين لكن كمان عناصر جذب للاستثمارات العربيه والاجنبيه. وهذا المشروع بالطبع سيكون محرك هام للاقتصاد المصري. دكتور، ما ابرز القطاعات التي ستتركز عليها الاستثمارات الاجنبيه في الفتره القادمه في هذا المشروع؟ مؤكد انه الاستثمار الانشائي والعقاري بالتاكيد بيحظى بنصيب جيد للغايه، لكن مؤكد كما اشرنا انه هناك مدينه صناعيه داخل مدينه العالميه، وكمان اتصور انه ده هيكون امر مهم انه هذه المدينه تكون مكتمله، لانه مؤكد انه رجال الاعمال سواء كانوا مصريين او عرب او اجانب اللي هيقيموا في مدينه العالميه مهم ان يكون لهم استثماراتهم قريبه منهم. واتصور انه هذه النموذج كما اشرنا انه اذا ما الحقيقه توفر لها كل العناصر اللي تؤهلها انها تكون مدينه متكامله مش بس مدينه سياحيه، اتصور انها هتكون نموذج، واتصور انه خلال الفتره القادمه يمكن ان يكون هذا النموذج يغير من شكل الحياه في الساحل الشمالي بالكامل، وخاصه انه احنا الحقيقه المدن التقليديه زي مدينه اسكندريه الحقيقه اصبحت مكتظه بكثافات سكانيه عاليه. صحيح. ومحتاجين انه زي ما القاهره مكتظه بكثافه سكانيه كبيره وهيتم خلخلتها ان شاء الله من خلال العاصمه الاداريه، نفس الامر فيما يتعلق بمدينه العالمين انها تحدث خلخله للكثافات السكانيه الكبيره للغايه في العواصم والمدن التقليديه. وبالطبع الصوره المتخذه دوما يعني المتوارثه عن الساحل الشمالي انه فقط لمده عدد قليل من الاشهر في العام ستتغير بالطبع نتيجه هذا المشروع. طيب، رئيس الوزراء كلف بضغط معدلات التنفيذ بهذا المشروع، كيف سيسهم ذلك دكتور هشام على النتائج المتوقعة من هذا المشروع؟ مؤكد أنه ضغط التنفيذ بيدخل هذه المدينة لمرحلة التشغيل الفعلي، لمرحلة جني الثمار، لأنه مؤكد أنه هذه المدينة بداية بقامها وإمكانياتها السياحية إذا ما تم تنفيذها وفقا لمتطلبات اللي الحقيقة بتعطيها أولوية قصوى الحكومة حاليا، اتصور انه هذه المدينه اذا ما بدات فعليا سوف تجذب ارقام كبيره من السياحه مصريه عربيه اجنبيه. كمان الاكثر اهميه انه كما اشرنا انها هتكون نموذج، وبالتالي ممكن ان يتم تعميم هذا الموديل في اماكن اخرى، لكن كمان الحقيقه هذه المدينه بتجذب استثمارات كبيره للغايه، خاصه انه كل ما بتدخل هذه المدينه حيز الوجود الفعلي على ارض الواقع ده بيجذب شركات استثمار عربيه ودوليه ل بحث اقامه مشروعات اخرى سواء كان ابراج سكنيه او غيره، وبالتالي احنا الحقيقه شفنا انه هذا الامر اللي كان موجود في العاصمه الاداريه اصبح موجود في العالمين، وبالعكس احنا شفنا استثمارات صينيه بتاتي في هذا الامر، شفنا استثمارات خليجيه بتاتي في هذا الموقع، وبالتالي ده كمان الحقيقه بيجذب ارقام كبيره من الاستثمارات، تاكيد احنا في اشد الحاجه ليها، لان ده بيولد فرص عمل، بيضيف قيمه مضافه، بيشجع أو بيحفز باقي قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى، لأنه القطاع العقاري حينما يتوسع في العملية الإنتاجية والإنشائية بالتأكيد ده بيجذب العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى وفرص العمل بالطبع. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار على هذه المداخلة وعلى كل هذه التحليلات. في شأن آخر، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة ومدى تلاقيه مع أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حياة كريمة يغطي تأثيره كل أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة بأبعادها المختلفة، مشيرة إلى أن معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجا في آخر 3 سنوات ومخصصات عام 2021-2022 بلغ 1500%. أكدت وزارة البترول أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي نقلة نوعية في ملف تنمية المجتمعات الريفية. وقال وزير البترول طارق الملا إن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل هي أحد المستهدفات الرئيسية للمبادرة ضمن محور توفير سكن كريم.
مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المواطنين في إطار هذه المبادرة. أعلنت وزارة التنمية المحلية اعتماد 40 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية. وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن ذلك يأتي في ضوء التكامل بين جهود كافة أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، بالإضافة إلى الحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن. أعلنت وزارة الإسكان أنه يجرى الآن تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة ببني سويف. وأوضح وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار أن المشروع يضم 512 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 60%. من جانبه قال المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينتي ملاوي والفشن الجديدتين إن حجم الاستثمارات في مجال الإسكان والمرافق بمدينة الفشن الجديدة حتى الآن بلغ نحو 110 ملايين جنيه. نشرتنا الاقتصادية مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. تختتم اليوم فعاليات معرض صنع في مصر المقام بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 18 من يوليو الجاري. ويأتي المعرض في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الأفريقية، إضافة إلى سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة مع أشقائها في القارة. هذا وعبر عدد من المواطنين في جوبا عن خالص شكرهم لمصر لإقامة هذا المعرض. كاميرا أكسترا نيوز رصدت آراء المواطنين والمشاركين بهذا المعرض. أول حاجة أشكر ربنا كثير عشان العلاقات والوحدانية بين جنوب السودان ومصر، دي أنا بشكر بها ربنا أول. ثانيا المعرض جميلة جدا، عجبتني وفيه كل احتياجات الإنسان بيحتاج عليهم وبأسعار معقولة جدا. السلام عليكم أيها الشعب المصري العظيم والشعب الصديق، وأحنا والله بصراحة كده في جنوب السودان مبسوطين جدا بهذه المبادرة، وهذه المبادرة يعني جات في زمن إنه جنوب السودان محتاج لشنو لأشياء كثيرة. الحاجات اللي إحنا لقيناها في المعرض بصراحة إحنا مبسوطين أوي أوي أوي، وكل الاحتياجات افتكر مكتملة، لأنه في احتياجات طبية موجودة، في حاجات إلكترونية موجودة، في مواد غذاء موجودة. والله بتمنى الشعب المصري رمضان ليلة في جنوب السودان حاجة جميلة، ونحن فرحانين شديد، نتمنى مش بعد شهر في كل أسبوع يكون عندنا معرض زي حلو. حقيقة جيت في يوم الأول وهسه جيت في يوم قبل الأخير، اشتريت حاجات ولقيت فيه أشعار معقول، حتى أنا مبسوط جدا هاي ورأي للمعرض، معرض جميل جدا. أنا طبعا المعرض دي حلوة بجد، الأسعار مناسبة جدا. عايز أشكركم، أنا سعيد جدا جدا وشكرا لدولة مصر بهذه المنتجات، وأتمنى أن يكون هناك مزيد من المنتجات أخرى. أنا جيت في يوم الأول أنا شفت الحاجات، العرض كان جميل جدا، حاجات جميلة قوي. بنشكركم لحاجات جبتوها وحاجاتكم تمام، وما زي سير بتاعه ما زي بتاعنا في السوق هنا. بنشكر حكومة المصرية وبنتمنى كل شهر إن شاء الله يدعمنا بيها. إحنا مركزين نعمل منتجات خاصة بأفريقيا، خاصة أفريقيا نتيجة طبعا الطبيعة والبيئة هنا. فإحنا كان دايما العبوات عندنا الباكجينج دوت معتمد على الصفيح والعلب الصفيح والزجاج،
ودخلنا بعض بقى المنتجات الجديدة اللي تحتاج زي الأزرف وزي الديوك باك، بحيث ان احنا نقدر نتعامل بها هنا، بجانب برضو ان احنا بدأنا نعمل عبوات ذات فوليوم حاجات معينة ان احنا نقلل شوية في الكمية تبقى سهلة التداول، لان احنا درسنا السوق اللي هنا في جنوب السودان وفي احد برضو الدول في قارة افريقيا. لا الحمد لله، المعرض كان معرض مفيد جدا ومهم جدا، كانت رسالة واضحة ان المنتج المصري منتج ذات جودة عالية وسعر مناسب ومناسب لاخواتنا هنا في جنوب السودان، والاقبال ما شاء الله ما انقطعش من اول يوم في المعرض لحد الان يعني الحمد لله. طبعا دي اول مرة نشترك في معرض صنع في مصر في جوبا، وكانت مشاركة متعاونة جدا ما بين البلد عندهم النوت. احنا حاسين ان الجمهور في جوبا راضي جدا عن المنتجات بتاعت صنع في مصر، وحاسين ان في فرق في الاسعار ما بين اللي احنا بنقدمه هنا في المعرض وما بين السوق بتاعهم في جوبا. للمزيد ينضم إلينا من جوبا الزميل إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز، وإليك إبراهيم. شكرا جزيلا لك إنجي. إذن نستطيع الآن أن نقول تم شراء جميع السلع المصرية التي يعني تم عرضها في هذا المعرض الذي افتتح في 13 من الشهر الجاري، وفقط ساعات قليلة تفصلنا عن الختام بمؤتمر صحفي سيحضره وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان. عنوان عريض لهذا المعرض هو تقوية العلاقات الاستثمارية والتجارية ما بين مصر ودولة جنوب السودان في ظل علاقات ثنائية ومحطات هامة شهدتها يعني البلدين خلال الفترة الماضية. نتحدث عن تبادل لزيارات لرؤساء الدولتين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد زار دولة جنوب السودان ومدينة جوبا من نوفمبر من عام 2020، وتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ما بين البلدين، وكان من بين هذه الاتفاقيات هي اتفاقية للتبادل التجاري وخلق أسواق يعني مشتركة جديدة ما بين الدولتين. وأيضا الرئيس هنا سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان بدوره أيضا زار مصر عدة مرات خلال الفترة الماضية. نتحدث بصورة عامة عن هذا المعرض وربما ردود أفعال إيجابية للغاية قد رصدناها من المواطنين هنا. نتحدث عن ثقة المواطن هنا في دولة جنوب السودان بالمنتج المصري بالجودة أولا، ومن ثم السعر وهو كان الفيصل بالنسبة لهم لاقتناء هذه السلع عنها عن الأسواق المتواجدة. في السابق إن كنا نقارن ما الذي كان يحدث للمواطنين، كان يسافرون للدول القريبة، نتحدث عن أوغندا، نتحدث عن كينيا، ومن ثم يحصلون على السلع وخاصة السلع الكبيرة بأسعار باهظة. ولكن هذا المعرض الذي وفر كل هذه المنتجات بمشاركة 40 دولة مصرية وفي ظل تنوع المنتجات المصرية ذات الجودة العالية والأسعار الأقل للغاية مقارنة بالأسعار المتواجدة هنا في السوق بجنوب السودان، وفر يعني الكثير من الوقت والجهد وأيضا لدفع المبالغ في عدد من السلع. أيضا نتحدث عن يعني بعض التصريحات التي يعني كانت من الوزيرة نيفين جامع بدورها وزيرة التجارة والصناعة بالطبع، كانت قد افتتحت هذا المعرض بحضور نائب رئيس دولة جنوب السودان وبمشاركة الوزير ديو ماتوك وهو وزير الاستثمار في دولة جنوب السودان. الجميع اتفق على أن العلاقات الثنائية ما بين القاهرة وجوبا بتشهد محطات هامة جدا وبتشهد توطيد لهذه العلاقات في ظل قيادة سياسية مصرية وجنوب سودانية تسعيان دائما يعني إبراز المزيد ولتقوية هذه العلاقات في العديد من المجالات، ليس فقط زميلتي إنجي نتحدث عن الطابع التجاري والتبادل التجاري وخلق الأسواق، ولكن هناك تعاون كبير ما بين الدولتين، لا سيما نتحدث في مجال الصحة. هناك مركز
مركز طبي صحي مصري كبير يعني يقدم خدمة يعني إنسانية للغاية في مدينة جوبة هنا للأهالي، تم افتتاحه خلال الفترة الماضية أيضا، بالإضافة لعدد من المجالات كالبنية التحتية وما إلى ذلك. جاء معرض صنع في مصر كي يوثق هذه العلاقات الثنائية وكي يستفيد بالتأكيد هؤلاء الأهالي، ويمكن البعض كان بيقول إنه هذا المعرض مش عايزينه يخلص أو عايزينه يكون بصورة دورية أو بصورة مستمرة، يعني لاسيما مرتين في العام يتم انعقاد هذا المعرض. والوزيرة نيفين جامع كانت قد زفت خبر للأهالي هنا في جوبة بأن مصر بصدد إنشاء قاعة مؤتمرات هنا في مدينة جوبة بجنوب السودان، ومن ثم بعد إنشاء هذه القاعة على ما يبدو أن سيتم تكرار هذه الفكرة وسيتم تكرار هذه المعارض بالمنتجات المختلفة ذات الجودة والسعر الأفضل للمواطنين هنا خلال الفترة القادمة. وأيضا نتحدث عن إنشاء منطقة لوجستية ربما يعني خلال الفترات والسنوات القادمة للتسهيل وللتيسير ما بين الدولتين في اقتناء عدد بالتأكيد وإنشاء عدد من المصانع الصغرى هنا. الوكلاء يعني الكبار في هذا المعرض الآن هم بصدد بتوقيع عقود لوكلاء من جنوب السودان للتعامل خلال الفترة القادمة. مش بنتحدث فقط عن سلع تم بيعها بسعر مناسب، ولكن بنتحدث على أخذ يعني السلع يعني تواجدها هنا استيرادها من مصر، وسيكون هناك عدد من الوكلاء في ظل توقيع عدد اتفاقيات تعاون ما بين الجانب المصري والجانب جنوب السوداني حتى يبقى مثل هذه المعروضات بصورة دائمة هنا عن يعني عنها في بجوار هذا المعرض. هذه هي الصورة من عاصمة جنوب السودان في جوبة. الآن نعود مرة أخرى إلى العاصمة المصرية بالقاهرة، إليك زميلتي إنجي طاهر. يعني إبراهيم، قاعة مؤتمرات، منطقة لوجستية، مصانع صغيرة، بالطبع واضح أن الفترة القادمة ستشهد طفرة في العلاقات المصرية الجنوب سودانية في مجال التبادل التجاري على وجه الخصوص. أشكرك شكرا جزيلا مراسل أكسترا نيوز الزميل إبراهيم عزت على كل هذه التفاصيل. إلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم دوما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. دمتم في أمان الله.